طياره منها عارف مرتين ضاق بوقوف خاطئ بشارة المفرق باتجاه الغرب. يتم الآن التركيز على رقم اللوحة ومخالفة المركبة حرف الألف والصاد والطاء. 8105 ألف صاد طاء 8105. لحظات إن شاء الله وتحرر المخالفة على المركبة. يتم الآن متابعته والتأكد من رقم اللوحة. هذه المخالفة مخالفة باشر بدون رجوع إلى العسكري اللي في الميدان. تم الآن تحرير المخالف على صاحب الهايلوكس اللي قبل الشارع العام بعرض لحركة السير. يتم الآن التركيز على رقم لوحة. ألف مين واو 2827 2827 هذه مخالفته وقوف خاطئ وقوف خاطئ بالشارع العام معرض لحركة